إلى البورصة المصرية، وفيها تباينت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، وفيها خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10083 نقطة، وحقق قيمة أعلى ب 10097 نقطة وقيمة أقل ب 9990 نقطة. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ففتح عند مستوى 1726 نقطة وحقق قيمة أعلى عند 1739 نقطة وقيمة أقل عند 1722 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2596 نقطة وحقق قيمة أعلى عند 2610 نقاط وقيمة أقل عند 2588 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و58 قرشا للشراء و18 جنيها و69 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و87 قرشا للشراء و19 جنيه و99 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و33 قرشا للشراء و23 جنيه و47 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و6 قروش للشراء و5 جنيهات و9 قروش للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع.